سعيد حقيقة بحضوري اليوم في منتدى الابتكار الاجتماعي. حقيقة يعني منتدى الابتكار الاجتماعي هو محاولة الوصول لحلول ابتكارية لمشاكل يعاني منها سواء الأفراد أو المجتمعات، وما طرح اليوم مبادرات جميلة جدا. أنا تحدثت عن الابتكار الاجتماعي في مجال التربية الخاصة، مجال الرعاية وتعليم ذوي الإعاقة، وأعتقد أن المجال كبير ومجال واسع ويحتاج أن يشارك فيه المجتمع مختلف مؤسساته سواء الحكومية أو الخاصة أو القطاع غير الربحي، لأن هذا المجال لا يمكن أن نحقق نجاحات كبيرة فيه إلا إذا تعاون الجميع وسعى لهدف واحد، وهو أن نجعل حياة المعاق أفضل وأن نمكنه أن يعمل، نمكنه من التعليم، نمكنه من يكون إنسان يعتمد على ذاته. جمعية آفاق التعليمية هي جمعية يعني أسسها المؤسسون لحرصهم على ثروة ثمينة وطنية تتمثل في النوابغ الذين يريدون إكمال دراساتهم الجامعية والعليا، ولا تسمح ظروفهم المالية أو الاجتماعية أو أي ظرف آخر لاستكمال هذه المسيرة. الجمعية وجدت لتمد يدها لتكون أيضا مساعدة لهذا النابغة وهذا المتميز لإكمال مسيرته ويكون عالم من علماء المستقبل، سواء كان من السعوديين أو من طلاب المنح الموجودين لدى في بلدنا المبارك. حقيقة المنتدى هذا من أهم المنتديات في مجال الابتكار الاجتماعي، يهدف إلى تأصيل مفاهيم الابتكار الاجتماعي نظريا، وأيضا عرض أفضل الممارسات في مجال الابتكار الاجتماعي سواء محليا وعالميا. يهدف إلى خلق منصة لتعزيز ثقافة الابتكار الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وهي طبعا تعزز أحد أهداف رؤية المملكة الوطنية. هذا المكان توجد فيه مجموعة من الخبراء والعلماء في عدة دول، أكثر من 12 دولة يشاركون بخبرائهم وعلمائهم فيما يخص الابتكار الاجتماعي، ونحن حقيقة نهتم بهذا الأمر وله جوانب متعددة ومحاور، فمنها للجانب التنمية، ومنها لجانب البيئة، ومنها لجانب الخدمات الاجتماعية، ومنها أيضا لخدمة كذلك تنمية الأسر الأقل دخلاً.